الدكتور شاهر المومني، مسيرة إنجاز علمية وأكاديمية تستحق الفوز بأرقى الجوائز العالمية. 1995, he rewrote his will to set aside money for Nobel prizes in physics, chemistry, physiology. رشحت الجامعة الأردنية ونخب وقيادات أكاديمية أردنية وعربية عالم الرياضيات الأردني عميد كلية العلوم في الجامعة الأردنية الدكتور شاهر المومني لنيل جائزة نوبل ضمن جزئية الفيزياء النظرية. ووفق بيان صحفي أصدرته الجامعة، جاء ترشح المومني بعد أن حقق إنجازا عالميا غير مسبوق محليا بدخوله طبقة العلماء الأكثر تأثيرا واستشهادا بأبحاثهم لعامين متتاليين، كما جاء في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات ومؤسسة تومسون رويترز العالمية، حيث أن أقل من 0.5% من العلماء ينضموا إلى هذه الطبقة. ويعد المومني أول باحث أردني يتم اختياره للانضمام إلى هذه الطبقة، والثاني على الصعيد العربي وفقا لكثرة الاستشهادات التي تتلقاها أبحاثه من الباحثين الآخرين في العالم. ونشر المومني ما يزيد على 250 بحثا معظمها في مجالات عالمية مصنفة ومحكمة من الدرجة الأولى، وحققت أبحاثه الآلاف من الاستشهادات، وتغطي أبحاثه معظم الجوانب النظرية والعددية لعلم التفاضل والتكامل الكسري الذي يعد من العلوم الحديثة في وصف الأنظمة الفيزيائية المعقدة، كما يرتبط بالعلوم التطبيقية الأخرى كالهندسية والفيزيائية والطبية. المومني واحد من أفضل 10 علماء في العالم عالميا بالمعادلات التفاضلية الكسرية بحسب المؤسسة العالمية تومسون رويترز منذ العام 2009 وحتى الآن، بالإضافة إلى أنه محرر في أكثر من 30 مجلة علمية عالمية، ويترأس واحدة من أقوى المجموعات البحثية على مستوى العالم والتي تضم علماء من 15 دولة. وشغل المومني وظائف أكاديمية مختلفة، وما يزال يواصل مشواره في البحث العلمي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي حققها، وإلى جانب توليه عمادة كلية العلوم فهو أستاذ الرياضيات التطبيقية في الجامعة الأردنية. هذا وقد أطلقت قناة الجنيد مباشر عبر شبكة الإنترنت حملة إلكترونية واسعة النطاق من خلال شبكة الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والجوجل بلس لدعم الدكتور شاهر المومني للوصول إلى جائزة نوبل.